مرحبا بكم احبابنا وناسنا ناس يوميات ماستر شيف. هاد السمانه جينا نحكوا لكم على لي برودوي نوبل ولي تكنيك نوبل، لي برودوي الساميين تاعنا. زيدوا نتعمقوا اكثر واكثر في التراث تاع الجزائر، التراث كولينار تاع الجزائر، لي برودوي تاعنا الشابين. واليوم بالذات جينا نهضروا لكم على القديد والخليع. وفات انا حبيت ياسمينة تعلمنا وسورتو تعلمني انا واش لا ديفيرونس اكزاكتومون بين القديد والخليع اللي هما دو فيوند كونسيرفي، مي اون جينيرال نخلطوا بيناتهم. لازم تجي تحكي لنا، على بالي بلي انت يا ثاني سبيسياليست على الحوايج، قول لنا. ديجا ربحك على بالك دو مود دو كونسيرفاسيون دو لا فيوند، سي بيان. بصح طريقتين، وفي الجزائر لي جينيراسيون هادو جدد عاد يخلطوا بوغ قديد وخليع، سي لا ميم شوز، سي با فغي. دونك دو مود دو كونسيرفاسيون هادي يشتركوا فيها بصح بطريقتين مختلفتين. القديد هاوليك لحم مملح وناشف، ننشفو هكا في الخيوط. كي نجيو باش نطيبو به اون لو ديسال، نحطوه في الماء ندوزنو به قدره ونطيبو عادي. وهذا ياكلوه سورتو اون ايفير، يديروه في الصيف وياكلوه في الشتاء. يما دير به سكسوس وفيسار. اكزاكتومون. حاجه اروع ما ياكل. ويطيبوا به بالكوكس، بالكوكس بالقديد روعه اوسي. اما الخليع اللي هو دونك الحم طايبه كونفيت دون دو غرا، ما كانت قطره ما فيها. دونك ندوزنوا اللحم تاعنا نملحوها ونحطوا لها دو غرا. هما ان جينيرال يستعملوا لو غرا دو موتون، سيتير الشحمه تاع الكبش، مي انا نستعمل زيت الزيتون، انا باسكو نحب حاجه نباتيه. انا شكونساي اللي عنده كاين انكرا مهبول لهاد الحوايج تاع البط الكانار. وي سي فري، مي حنا الجزائريين ما نستعملوش بزاف لو كانار. والخليع قلتي لي بلي جوايح اخرين تاع الجزائر عنده اسم واحد اخر. ايه في الشرق يعيطوا له المسلي. المسلي والله خليع الزير، باسكو يخبيوه في الزير اللي هي قله كبيره. كاش عائله ما عندهاش قله كبيره معمره وما نحطوش في فريغو. هذا ناشف يتحط اوغ فريغو، وهذا مالغري فيه او مشم بخيتو ما يتحط اوغ فريغو يشد لك عام سون بروبليم، ما يصرى فيه والو. وشنو هو دونك؟ ندوزنوه ونحطوه في الكرا ونطيبوها في تخيدو، كي يعود فوندون نطفيو عليه، نصفيو هذيك المرقه، نحيو منها تو الماء تاع اللحم هذاك، ونخليو غير لو كرا، نصبوه فوقو كيما راهو هنايا، نغلقو. كي نجيو نطيبو هذا ندوزنو به، مي هذا كي نطيبو الجواز تاعنا نحطوها على فان باسكو طايب. اي سافو دون ان غو مانيفيك. دوطخ مود دو كونسيرفاسيون دو لا فيوند لو فيوماج، مي حنا في الجزائر ما كانش منطقه في الجزائر تسال براتيك لو فيوماج، حنا هادو هما نو دو مود دو كونسيرفاسيون. ورانا ورينا لهم كيفاش يديروا الفيماج الكسكسي تاعهم. فوالا اكزاكتومون. يعني العدول الوحيد تاع لا كونسيرفاسيون تاع الماكله، نهضروا على اللحم، سي الماء. لو ليكيد الماء هو اللي يخسر. دونك ما كاش الماء، الملح وناشف يبروتيجي، ولا غراس ثاني الزيت ولا حاجه اللي تبروتيجي، حاجه اللي مغطيه كومبليتمون ما يصرى لها والو. نحكي لك كليت الخليع انا في كازا بلانكا، واحد الحوينته صغيره اللي تروح ليه يدير لك الخليع شويه تاع فرماج ديالهم، فرماج سامبل. نعلمو لكم بالك اشنار كيف ديروا دي بتي فرماج سامبل عندكم في الدار، وداخل خبزه تاع مطلوع مع شويه لاتاي، حاجه انكرويابل. حبابنا ان شاء الله دوكا على بالكم اكزاكتومون ديفيرونس بين القديد والخليع، ومام على بالكم كيفاش ديروهم. تبداو من الحم ماشي طايب للقديد، وحم طايب شويه للخليع، تقدروا ديروا بهم واش حبيتوا، دوزنوا بهم ولا ديروا بهم بتي طوملات رابيدمون، بتي ساندويتش، حاجه فور ومن عندنا من الجزائر. ريحوا معنا في يوميات ماستر شيف غير جديد.